حلقتنا اليوم حنحكي عن الحامل والورضع مع الصيام. بصير نكون عندنا حمل وبنفس الوقت نصوم برمضان؟ طب بصير نكون عم نرضع ونصوم برمضان؟ الحليب تاعنا كميته ما حتتأثر؟ طيب الحمل والجنين ما حينضروا إذا إحنا صمنا؟ كتير في من الأسئلة اللي إحنا عم نسألها من الحوامل والمرضعين بهذه الفترة. مشان هيك إحنا أول سؤال نقولهم يا أنتوا لازم تروحوا تسألوا دكاترتكم إذا أنتوا مسموح تصوموا أو لا. بس بشكل عام نقدر نحكي إنه الحامل حملها مقسم لثلاث مراحل. مرحلة الأولى الشهر الأول للشهر الثالث وهي مرحلة لوحام. مرحلة الثانية من الشهر الرابع للشهر السادس وهي ما تسمى بفترة شهر العسل للحامل، والمرحلة الثالثة هي من الشهر السابع للشهر التاسع. الأول للثالث إذا كان الحامل وحامها خفيف لطيف، ما عندنا مضاعفات، ما عندنا مشاكل، الضغط ما عم بينزل والسكر ما عم بينزل، نقدر نقولهم إنه هم مسموح يصوموا، ما عندنا أي مشكلة. بنفس الوقت المرحلة الثانية اللي هي من الشهر الرابع للشهر السادس أسهل مرحلة وأخف مرحلة، بنقدر نكون كلنا خفيفين لطيفين وعم نتحرك وإحنا مبسوطين فيها، بتلاقي الحامل نفسها فيها انرجي وطاقة كتير أكتر، مسموح تصوم بهديك الفترة. وبنرجع منأكد إذا هي مسموح إلها من الدكتور إنها تقدر تصوم. الفترة الثالثة اللي هي المرحلة من الشهر السابع للشهر التاسع، هذه المرحلة إحنا بنقولهم يديروا بالهم فيها لأنه بنكون دخلنا بفترة اللي بنقرب من مرحلة الولادة، نتأكد إنه الحامل صحتها منيحة، ما عم بيصير في عنا تقل، كمية المي اللي عم تشربها كافية. إذا صامت بأي مرحلة من المراحل الحامل النصائح إلها حيكونوا كالتالي: لازم تشرب كمية مي كافية من 2 ل 3 لتر بفترة الإفطار، بنفس الوقت هتتأكد إنها عم تاخد السعرات الحرارية الكافية، هتاخد من المجموعات الأساسية كربوهيدرات، بروتينات، الخضروات المفيدة إلها، نقدر نشكل قد ما بنقدر بالغذاء وناخد العناصر الغذائية المهمة. المرضع كمية الحليب ما حتتأثر أبداً من صيامها أو مش صيامها لأنها حتضلها نفس الكمية، بيعتمد هي تصوم أو ما تصوم على عمر الطفل اللي هي عم بترضعه. إذا كنا بعد مرحلة السنة ففعلياً الطفل عم بياخد من الأكل الثاني غير بس حليبها، مشان هيك ما عندنا مشكلة إنها تقدر تصوم لأنه ضامنة إن هي عم بتطعميه من الأكل الثاني. ديروا بالكم على صحتكم سواء كنتم من المرضعين أو من الحوامل، اشربوا كمية مي كافية، ارجعوا لأخصائيين الدكاترة تعونكم عشان تقدروا تعرفوا مسموح تصوموا أو لا. رمضان كريم، شوفكم بالحلقة الجاية.